بدأ الناخبون الروس بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية التي يعتبر فيها فلاديمير بوتين الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وينافس بوتين عدد من المرشحين منهم جينادي زيوغانوف وهو شيوعي ويعتبر من أقوى منافسي فلاديمير بوتين في هذه الانتخابات. بالإضافة إلى فلاديمير جيرونوفسكي عن الحزب القومي الروسي. وميخائيل بروغوروف الذي يخوض هذه الانتخابات بشكل مستقل. والمرشح الأخير سيرجي ميرينوف وهو ديمقراطي اجتماعي ومن أكثر المنتقدين لسياسة رئيس الوزراء الروسي الحالي. وتراجع الرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف عن الترشح في هذه الانتخابات تاركا المجال مفتوحا أمام صديقه بوتين للعودة إلى الكرملين.